مشاهدينا الاعزاء اهلا ومرحبا بكم، نجدد لكم التحيه ونواصل التغطيه لليوم قبل الاخير من بطوله فرنسا. جوكوفيتش كل مره هو الذي يخرج فائز من الملعب. المستوى يقترب اكثر واكثر بين اللاعبين. أكثرية سعيد بهذا المستوى الجديد منذ بداية عودة سونغ. نقول ما يرى عادل لاعب خطير جدا، لما يلعب بشكل جيد بمستوى عالي ممكن يفوز على أي لاعب آخر في العالم. كودي ممكن يكون يعني لاعب خطير جدا، خاصة لما يلعب بأمريكا في ملعب رئيسي يعني. شكرا عادل، أهلا عادل، أهلا إسلام وأعزائي المشاهدين.